خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ ممكن بلاش الاسم؟ ممكن بلاش الاسم. طب كام سنه؟ 19 سنه. جميل، مرتبطه؟ كنت لسه مكلمه حضرتك من قريب لو فاكرني. طب فكريني بقى. انا ما كنت كلمت حضرتك وما قلت لحضرتك كان في واحد متقدم وهيجي يتقدم في 11 او 12 اللي جاي، وما قلت لماما وكده. ايه تقطع معاه؟ فكرتني؟ وماما قالت لك اقطعي معاه. طب كملي، وبعدين حصل ايه؟ انا بالفعل سمعت كلام ماما وما كلمت حضرتك، قلت لي خليكي تسمعي كلام امك وكده. بالفعل عملت كده، ما جاش اتصل بيا خالص. ولما جيت انا بقى وحاولت بقى نفهم فيه ايه النظام، انا حسيت ان الموضوع خلاص. بعت له رساله على النت وكده، واما قلت له انت ما بتسالش وكده، قال لي كده اريح ليا وليكي. وبعدين قلت له انا اولا دلوقتي بكلمك وانا عارفه ان بعمل حاجه غلط، ان انا بتكلم من ورا اهلي، عايزه بس اعرف النظام ايه وكده. قام قايل لي انا ابتديت يعني فهمت منه ان هو هيبعد. فانا يعني ماما كان ليها حق بالظبط، وحضرتك كمان كنت عندك حق. وما قلت له هو انت علشان الموضوع بقى واضح وماما عرفت وكده انت خلعت. فقعد انه الكلام بقى مش عاجبه وكده، وبعدين بيقول لي لا ما خلعتش، بس هي ظروفي ما تسمحش ان انا اجي في الوقت ده. قلت له على اساس ان انت ما قلت لي كان ظروفك ما يعني ما كنتش عارف ان ظروفك ما تسمحش. فطبعا قعد توه وكده وما عرفش يتكلم. طبعا انا اديت له كله يعني قعدت اديله كلام كتير وما كانش عارف يرد عليا في اي حاجه. وانا طبعا اتصدمت صدمه كبيره فيه، يعني انا كنت متوقعه ان هو صادق معايا في كل كلامه. في ناس كتير قوي على فكره كده، لما يجي في الجد يبتدي يجيب خلف، يبقى هو متخيل يعني. هو في الاول الكلام لطيف والبق مفتوح، هو كان فاكر ان انا هاجي معاه بكلامه، لكن لما لقى الموضوع جد وفعلا زي ما ماما قالت لي وحضرتك زي ما بتقول كتير والبنات كتير، هو فعلا هو لقى الموضوع جد وان انا فعلا قطعت معاه ومش بتكلم تاني، خلاص قفل الموضوع. وانا عارفه انه اكيد دلوقتي شاف شوفه ثانيه، بس انا مش عارف انا دلوقتي انا هو انا الاختيارات اللي بتبقى غلط ولا يعني. انا برضك لما حصل لي التجربه اللي قبل كده، الخطوبه اللي قبل كده، وطلع يعني بني ادم بجد كان زباله وبيقعد وما زال لحد دلوقتي والله اسامه بيهدد فيا ويرجع تاني ويقل ادبه على ماما وبابا، ومش عارف انا الاختيارات اللي بتبقى غلط ولا ولا ايه، مش عارف. بصي، احنا محتاجين بس ان احنا نبقى يعني مش هنقول خياراتنا غلط، هنقول بس ان احنا نفكر شويه. يعني لما يكون في شيء قدامي او اختيار قدامي، ادي لنفسي فرصه ان انا اسمع واوزن الكلام واحكم قبل ما اتدلق بقى واطلع كل اللي عندي. يعني يكون في شويه تقل. كون انك تسمعي وتوزني الكلام هيبان الامور شويه، هيبان اخلاق الانسان. محتاجه تدرسي الانسان اللي قدامك قبل، يعني دايما حتى اللي بيقولك بيحبوا على الانترنت، لا ما تحبش على الانترنت، لان الحب لحم ودم، لازم تشوفيه بيتعامل مع الناس كمان ازاي، مش معاك انت بس، بيتعامل مع امك ازاي، مع قرايبك ازاي، لازم تشوفيه بيتعامل مع الناس الغرب ازاي، لازم تشوفي اخلاقه خلقه ايه. لان في شباب كتير قوي وفي بنات كتير قوي، الاتنين يعني ولاد وبنات، يجيدوا التمثيل. فاحنا برضو لازم مفيش بني ادم ملوش هفوه وغلطه، ده بيبان لما نركز. انما ناخد الموضوع من على الوش كده، عمرنا ما هنعرف ناخد قرار صح. عشان كده بنقول نسمع ونوعى للكلام ونركز وبعد كده نحكم.